في وأقول انتهى المشوار، في حين المفترض أن أعرف أن هذه المعرفة التي حصلت عليها هي بداية المشوار، لأنني أعرف لكي أعمل بحسب التعبير الديني، أو أعرف لكي أغير بحسب التعبير الماركسي. فإذا نحن نريد المعرفة لكي نعمل، نريد المعرفة لكي نحقق تكاملا، ولا ينبغي أن ننظر إلى المعرفة في حد نفسها بوصفها صنما يعبد. فإن المعرفة في حد نفسها إذا عبدناها وكانت صنما، ماذا أستفيد منها؟ لا أستطيع أن أحقق بها شيئا في حياتي. إذا جلست أنا في زاوية بيتي، أو جلست في مكان ما، أو اجتهدت في قضية فلانية، أو فكرت في مسألة كلامية معينة، ثم بقيت في بيتي، ماذا أستفيد؟ وأنتم تعرفون كثير من العلماء والباحثين يكتبون عشرات الكتب ولا ينشرونها، حتى صارت هذه عادة. بل بعضهم يتلف الكتب التي يكتبها. وأنا سمعت من بعض الأساتذة أن بعض الفقهاء الكبار الذي توفي في قم أيضا قبل حدود 14 سنة أو 13 سنة، أوصى أبناءه، ولديه عشرات من المجلدات لا سيما في علم الرجال، أوصى أبناءه بعدم نشر كتبه. هذه ثقافة موجودة. إذن فما الفائدة من وراء حصولك على هذه الصور الذهنية التي تمتعت بها في عقلك؟ ولماذا هذا القلق من أن تتحول هذه المعلومات الذهنية، تتحول إلى واقع في الخارج، تصنع واقعا في الخارج؟